يا رجل من بعد تسيب شعير حسين 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 ومن بعد شعير حسين سنوات تنزح معكم صابر مصطفى مدير المهرجان ديال نظام صوت الجنوبية اللي كيتنظف في النسخة الأولى ديالو تخليدا لذكرى تربع صاحب الجلالة على عرش أسامي من العالمين. هذا المهرجان هذا اللي كيتواجد في منطقة الزوكش التي تبعد عن مدينة من مدينة سطات بحوالي 12 كيلومتر. عدد السربات اللي مشاركة في هذه النسخة هذه حوالي 18 سربات من جميع المناطق المتابعة لأهل سطات باستثناء واحد السربة اللي جاتنا من سيدي قاسم ممثلة في المقدم ديالها السيدي مدير. الاهداف المسطرة لهذا المهرجان هذا هو تعريف بامكانيات المنطقه وخلق متنفس للساكنه ويعني البرنامج ديال المهرجان البرنامج اكيد البرنامج هو الشعار ديال هذا التطور هو التعريف في التبوريده كمولود لا مادي. وبغينا هذه التظاهره باش نحبوها في كل يعني الوليدات والاجيال المقبله ان شاء الله باش كل شيء يعني يمشي على الحركه هذا. هذا المهرجان هذا كيتنظم بشراكه ما بين جماعه نظام ديال الجنوبيه وما بين جماعه ديال ما بين جمعيه ياقوتا للعيسيين وجماعه الوفاق والتعاون. عدد الصربات المشاركه كما تذكروا قلنا كاين 18 صربه عدد الفرسان تقريبا كاين حوالي 300 فارس. ارتأت اللجنه المنظمه ان تقوم بالتكريم بعد الوجوه الفنيه المعروفه في الساحه الوطنيه على راسهم السي السفاج السي بشعيب السفاج وكاين الممثل ديالنا المفتى ديال السي عباس كامل وجنا المنشط ديالنا المعروف مول قلة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. كنحيي قناة الأصوات اللي كتواكب هذا المهرجان الأول لجمعية الياقوت العيسيين للتنمية المستدامة التي تنظمها هذا السنة المهرجان كشعار فلوريدا تراث قصير يساهم في تنمية المنطقة. هذا المهرجان تنظمه الجمعية بمساعدة جماعة زمزة الجنوبية التي سخرت لوجيستيك ديالها والرئيس ديالها اللي سهر شخصيا على إعداد هذا المهرجان. مهرجان جميل، مهرجان مستوى، يحضره جمهور لا بأس به، جمهور هذه القبائل المجاورة التي تتمتع بهذا المهرجان وفي فن تبوريدا. بالنسبة لليوم الأول كيفاش جاك التنظيم؟ تنظيم محكم، تنظيم محكم، محكم. محكم بحضور رجال الطراز سيد قائد قيادة زنزة وبمعية الأعيان ديال هذه القبيلة اللي ساهرين شخصيا حتى هما ماديا ومعنويا من أجل إنجاح المهرجان ديال هذه السنة. هذه الدورة الأولى. نعم الدورة الأولى الدورة الأولى وفي السنوات الفارطة كان المهرجان ينظم باسم آخر ولكن هذه السنة الجمعية ديال الياقوت العيسي هي التي تسهر عليه شخصيا. الجمعية كان ممكن خلال رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري. حضور كان تقريبا فوق من 20 شربة
لكم الناس اللي تربى للخيره لحضور كذلك طيب الشرف اللي هو من اقليم سيدي قاسم مقدم التوبيه لكل كيعرفو كل كيعرفو الفن ديالو ديال فلوريدا. حنا كنتمتعو حنا وهاد الناس الحاضرين بهاد الفرجه الممتعه نتمنوا على انه هاد الميراج يدوز احسن الاحوال. السلام عليكم. احد المنظمين ديال المهرجان ديال مزامزة الجنوبيه في النسخه الاولى. الامور تقريبا ادام شي شهرين ديال البريباراسيون والتحضير كانت الامور جيده. ظروف العمل كانت جيده الحمد لله مزيان وكيمتاز هذا المهرجان بمشاركه تقريبا 18 صربه كلها كتنتمي تقريبا كتنتمي لمنطقه جهه الشاويه بالاضافه الى سيدي قاسم وسميتو يعني بعد الضيوف اللي جاوا من مناطق اخرى. ظروف مهرجانيه ظروف جيده الحمد لله. اليوم معرض الافتتاح كان في ظروف حسنه واستقبال الزوار كان في ظروف جيده وترحيب جميع الزوار اللي جاوا من مناطق متعدده من الدار البيضاء من الصداد من المناطق المجاوره منطقه بني مسكين وولاد سعيد وسميتو منطقه ديال ولاد عفيف ولاد ظروف جيده. المستوى ديال الزربات جد ممتاز خصوصا ديال مزمزه الجنوبيه اللي هم معروفين مولوعين بترميد الخيل ومعروفين بالبلوك الشعبي الاصيل كيحافظوا عليه ابا عن جد. وظروف الحمد لله كتعيش كيحمر الحمد لله. طيب إذا سولتك هنا بالنسبة ليوم الافتتاح واليوم الأول تقريبا شحال عدد ديال الزوار اللي تقدر اللي زرت تقريبا؟ تقريبا الزوار كانوا كيتراوح ما بين 500 حتى 600 حتى 1000 تقريبا ديال الزوار من المنطقة ولا خارج المنطقة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.